الجاهلي كان تقريبا واحد 8 مليون و112 الف تلميذ اللي غادي يلتحقوا، تقريبا 6 مليون 945، نقولوا تقريبا 7 مليون اللي غادي يلتحقوا بالعمومي، 1 مليون و136 الف اللي غادي يلتحقوا بالخصوصي. مي تنشوفوا هاد اللي غادي يلتحقوا بالعمومي، وبغيت نركز هنا على العمومي، تنشوفوا بان تقريبا الابتدائي يمكن عدد ديال التلامذ يمكن نقولوا مستقر ولا بدا ينخفض شيئا ما، ولكن على العموم كنا نعتبروه بان من سنه لاخرى بدا يرجع مستقر، ولكن عدد التلامذ في الاعدادي وفي التاهيلي ترتفع بواحد الوتيره اللي هي جد جد مهمه، اللي تتفوت 5% في الاعدادي وتتفوت 12% في التاهيل. في الحقيقه هذا الطلب خصنا نزيدو نضيفوا له ايضا الطلب ديال التعليم الاولي. انتم تعرفوا دابا حنا غاديين في تعميم التعليم الاولي، كل التلامذ ديال 4 سنين وديال 5 سنين بغيناهم يلتحقوا بالتعليم الاولي، ولحد الان عندنا تقريبا كنا نقولوا تقريبا 1 مليون ديال التلامذ اللي ديال الاطفال اللي تلتحقوا بالتعليم لا العمومي ولا الخصوصي. هذا اللي هو تيضاف على 8 مليون اللي تيجعل بان الدخول المدرسي، مثلا نقولوا الدخول المدرسي الحقيقه ما بين 4 سنين حتى الباك تقريبا عندنا 9 مليون، ما فوق اكثر من 9 مليون ديال التلامذ اللي تيلتحقوا. هذا التعليم الاولي حقيقه فيه ايضا ترتفع العدد ترتفع، ولكن اللي هو ايضا مهم من سنه لسنه الارتفاع اكثر من 3%، ولكن التعليم العمومي فيه ترتفع بواحد الوتيره اللي هي اكثر ما بين 5 حتى 6%، لان في التعليم الاولي مازال كاين التعليم الاولي الغير مهيكل اللي تنقص شيئا ما، والعمومي اللي هو الان ولكن فيه واحد المستوى ديال الجوده، العدد ديال التلامذ ترتفع. هي